الأصدقاء الأمن والأصدقاء اللي راحوا معنا
وكذلك التلاميذ ودور شباب العطار والتلاميذ الثانويات وقد قالوا لنا الشيخ مرحبا بكم ومرحبا بكم ويفتحنا ان شاء الله اليوم وانا رايحين للحضور الاساتذه اللي ذكرهم سابقا ناخذ الشرح ونتطرق الى البناء والمحافظه على الغابات ونحن بحاجه ماسه لليوم تحسيسها ونظرا لان الاذاعه سلكم تستمعوا للاذاعه تاع الدفله راهي فاتحه ابواب من 24 افريل فيما يخص حمايه البيئه والمحافظه على البيئه وحمايه الغابات حتى الى غايه يوم الثلاثاء راهي في كل وقت راهي تبيع عن هذه الحبل حتى لا اطيل عليكم انا ابدا اولا ارحب بكم فيما يخص المحافظه بالنسبه لبلدي انا هذه بحضوري راني نمثل رئيس المجلس تاع البلد السيد حاجي بيوسف راني نمثله شخصيا شنو انا الكلام اللي نقول للشباب تاعنا خاصه والتلاميذ تاعنا اللي راهم هما المشعل هو المشعل للمستقبل تاعنا لان حنايا رانا كبرنا لازم الناس الشباب والتلاميذ هما اللي يكبروا المشعل من بعد شيء احنا مش نحبسوا نقولكم الشباب والتلاميذ تاعنا هذا والاطفال تاعنا الحمايه حمايه البيئه ماهيش حاجه تطول تطلب حوايج كبار ولا تطلب امكانيات ولا ماديه وانما وهي احترام اوقات مثلا عندنا على مستوى بلد العطاف على الملاحظات اللي راهي جيت على بلد العطاف الملاحظات اللي لاحظتها انها ماهيش حاجه كبيره اللي ربما ما تخرجش نحول البيئه تاعي وعلى مدينه جميله لان العطاف منذ سنين مرت كانت مدينه يضرب بها المثل لانكم انتم صغار عشتوا في سنين صعبه ما كانش عندكم ما عندكمش معلومات على بلد العطاف سابقا وانما نحن كبار وعشنا في بلد العطاف ورانا نعرفها باللي كانت جميله كانوا المواطنين الغرباء اللي راهم يتاجروا من وهران الى الجزائر ولا من الجزائر لوهران انهم عندما عند زياره العطاف انهم كلهم يريدون ان يكونوا المقاهي تاعنا ويجوا الحدائق كانت حدائق من قبل ولكن اليوم الاخر ولكن ان شاء الله ربي البلديه تاعنا بالتعاون كل المصالح ما نقصي حتى مصلحه الاشغال العموميه الغابات المياه كل اللي راح يحاول تقدر تعاون البلديه باه نعاودوا نسترجعوا الحدائق تاع اللي كانت كاينه الحدائق الخضراء اللي احنا اليوم رانا راميين فيها الامانات انا الرساله تاعي للاولاد انا ايش نطلب انا نبدا بنفسي لان في انسان يهزر هو يبدا بنفسه انا امرت العائله تاعي الوالد تاعي انه ما يرميش الامامات بعد مرور الشعيره او مرور الجمره لان اليوم هذه صباحا اتجهت الى كل الشوارع تاع مدينه العرب انه الشاعر مرت يا ناس مرت ربما رمى فيها الا بعد ساعه او ساعتين ان عاد كل اوساخ عادت الى مزرعه الام كانما الشاحنه نطت مر ما عنديش جواب لهذا السوق والله ما عندي جواب هذا التصرف ما عنديش جواب والله ماني عارف لان الشاحنه راهي عندها وقت خروج ولا جرات على البلد راهي نور في وقت محدد احنا شنو نطلبوا من ورا
أنا ويجمع فيه الجرار وفي وقت اللي جيت مرة الشاحنة أول جرار بنفس الساعة أو ربع ساعة يرمي لأن أنا حاليا المجتمع تاعنا من صلاة الفجر صلوا صلاة الفجر في هذاك الوقت يحطوا الأكياس تاعنا مش يحطها على الكابينة تاعنا الليل أو تصلي على المسائل ولا نعرفوا الشوارع تاعنا إذا انتشر بها الحيوانات المتشددة أنهم عندنا أن بعض المواطنين المواطنين راهم واخدين نمشوا فيهم احنا نحبسوا أن يكون وقت قصير ما بين الشاحنة والجرة حتى عمال النظافة أولا باش نساعدوا نساعدوا عمال النظافة بالدرجة الأولى نساعدوا عمال النظافة لا نساعدوهم لأنهم هذو من هذو عمال النظافة هم هذو عمال النظافة من هو أبي وأخي وولد عمي وولد خالي إلى كعب ما احنا كلنا أسرة واحدة أسرة واحدة في بلد العرب وحتى في قطر الجزائر كذا احنا أسرة واحدة احنا نساعدوا بعضنا بعض هذا النظافة السكين نشوفوا ليه نعتبروه اللي مواطن من خونا وهنا من نساعدوه كي نديروا له كيس نعطوا له الكيس هذا يحطوه له في هو كي يجي يحلو بكل سهولة يحطوا الشاحن وإلا احنا بحثرنا له كما أنا في يوم من صباحا أحد المواطنين نوع له بحل أن هذا إن شاء الله بربي رانا راح نتخذوا إجراءات بما يخص المحل التجارية اللي باش تحترم القوانين القوانين المعمول بها وهي رمي الأوساخ في أي وقت يرمي الأوساخ تاعه قدام المحل تاعه نشوفوا ناس رجع صباحا متجه إلى مكان ما مكان وجد أنه حان علبة فيها أوساخ أو تاع المحل تاعه يكبها في المزبلة حتى معاه قلت له هذا كان ما هذا بلوش مش ولا في سنة ترى معاه ما الله يسهل عليك احنا ادينا واجب واحد انسان لان لماذا؟ لان ما نكمل نكمل هذا القران نعاود نقول انا اديت واجب تاعي انني نهيت على هذا التصرف الغير لائق ولكن هو بينه وبين ضميره ولكن بينه وبين ضميره في هذه اللحظه اما اليوم هذا صاحب ستتخذ اجراءات رجعيه خاصه اصحاب المحل الله يجزيك شيخ بارك الله فيك.